صربت معاملة مولي عقوب جهة فاس مكناس ومع الدقة الأولى مقدم سعد عدل. عملت مديونة جهة الدار البيضاء ستات ومع المقدم زريزة عبادة. المقدم بالعودة مصطفى عمل توجد انقاذ الجهة الشرقية. حمزة رسول الله رسول الله جاد اخويا جاد بلا جلاج وامتح اي جادو عرفتو بيبي يوسف عمل التوريد جهاد الشرق. قل ايه الحفيد له فريق له شدوا الخيل وابكحت اي والله لا ارفدوا ديال السربة ديال المقدم سميح أمين عمالة سطات جات الدار البيضاء سطات. حاضر بوي وابعد هاي وابعد الدور ديال السربة اللي تيقود المقدم غرة أبو محمد عمالة بني بلال جات بني بلال خليفة. السربال تيقود المقدم مساعد عادل عمالة مولاي يعقوب جات فاس مكناس. زريزة بدر عمالة مديونة جهة الدار البيضاء ستات.
السربة رقم 6 مشاركة ضمن منافسات الشبان، وهي السربة التي يقدر مقدم بن عودة المصطفى عمالة وجدة أنقاد جهة الشرق. وصلنا الآن للسلسلة الطلقة الثالثة، وغادي نكونوا بعد لحظات من عملة توريرة الجهة الشرقية مع الطلقة الثالثة المقدم السبيبي يوسف. بلاتي في رجله، شدوا الخير يا حفيدنا، خلوا وكح والله ارفتوا. الطلقة الثالثة المرة من طرف المقدم سميح أمين عملة ستات جهة الدار البيضاء ستات. صربة ديال المقدم ابو محمد عمالة بني ملال جهة بني ملال خنيفرة. ننتقل الآن للصربة الرابعة، الصربة ديال المقدم سعد عادل عملة مولى يعقوب جهة فاس مكناس. الفروسية التقليدية عملت مديونة جهة الدار البيضاء ستات مع الطلقة الثالثة المقدم زريزة عبادة. الصربة ديال المقدم بن عودة المصطفى
عملت وجدة أنقاد الجهة الشرقية مع الطبقة الثالثة والأخيرة. يا رفضو